السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله البنات فيديو جديد ونهار جديد. غدا نحضر معكم بسطيلة مالحة بالنكهة ديال الحوت، بسطيلة بالدجاج. تجي الصراحة البنات لذيذة بزاف بزاف، بالنسبة للبنات اللي مبتدئات، بالنسبة للبنات اللي معمرهم ما حضروا البسطيلة، فراها ديال البنات كونوا اكيدين باللي من اول تجربه غادي تصدق معاكم الجديده اللي دا بزاف بزاف. كنتمنى انكم البنات تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع المراحل اللي غادي نحضر معاكم خطوه بخطوه. ونخليكم دابا البنات مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير البنات، اول حاجه عندي جوج دجاجات، يعني جوج دجاجات كبارات. انا غنعطيكم المقادير ديال البسطيله كبيره وغنعطيكم المقادير حتى اللي بغيتو ديروها صغيره. بالنسبه للدجاج انا محيده ليه هكا الجلده ديالو، خاصنا ضروري البنات يكون الدجاج يكون يعني جاي قبل، يعني يكون مغسول وناشف ومحيده ليه الجلود ديالو. بالنسبه للمقادير البنات، عندنا معلقه كبيره ديال تعطريه الحوت، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه ديال كبيره ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال الكركم، ومعلقه كبيره ديال الهريسه، معلقه كبيره ما عامراش ديال الابزار، وجوج ضامات ديال البنه بالنكهه ديال الحوت. عندنا هنا البنات اللب ديال الحامضه، حامضه كبيره ولا صغيره يعني ما كتفرقش البنات، يعني كيعطي واحد المذاق لذيذ. وعندي هنايا 8 ديال الفصوص ديال الثومه، انا هنايا حكاهم. سمحوا لي البنات راني ما قلتش لكم معلقه كبيره ديال الكمون، حتى هي يعني راه مع هذاك المقادير، غير انا مع كنزرب يعني ضروري ما كتنسالينا شي حاجه. بالنسبه للبنات هاد البسطيله انا دايره قلت لكم جوج دجاجات كبار، يعني عندي فيهم جوج كيلو دجاجه يعني 4 كيلو. بالنسبه اللي بغيتو ديروها صغيره يعني غادي ديروا دجاجه وحده. وبالنسبه للمقادير ما غاديش ديروا معلقه كبيره، يعني غادي ديروا معلقه صغيره وعامره كيف ما انا دايره هنايا معلقه كبيره عامره. فهادو هما المقادير البنات اللي غادي نحتاجو، وهادوك المقادير البنات اللي قلت لكم انا وضعتهم هنايا في القصريه باش تسهل عليا ملي نكون يعني كنرقد في هذاك الدجاج. انا غادي ندير معاهم واحد الكاس ديال الماء بارد وصافي. هنايا البنات غادي نحاول ندخل هذيك العطريه في داك الدجاج، يعني باش يشرب لينا الدجاج مزيان هذيك العطريه ويجينا لذيذ. وصافي هنايا البنات من بعد ما رقدت هذاك الدجاج كامل في داك العطريه، يعني انا هنايا البنات راه ما غاديش نطيبو في نفس النهار، انا هنايا وجدته هو قبل، يعني قبل غادي نخليه ليله كامله حتى الغد ليه ان شاء الله. وبالنسبه للبنات هنايا المقادير ديال الحشوه ديال الفيرميسيل، انا عندي هنايا الفيرميسيل مقطع البنات، سبق ليا رقدته في داك القشور، خديت القشور ديال الكروفيت ودرتهم واحد شويه في الماء طايب يعني حتى غلاو لينا، ورقدت فيهم هذاك، خديت غير النص ديالهم رقدت فيهم هذاك الفيرميسيل. وهنايا البنات عندي شامبينيو اسود والشامبينيو معلب، علبه صغيره ديال الشامبينيو معلب. وعندي هنايا 15 درهم ديال الشامبينيو اسود. عندي هنايا نص كيلو ديال الكروفيت انا هنايا منقيه، وعندي الزيتون. انا الزيتون هنايا البنات خديت معاه حتى هداك القشور ديال الحامضه اللي دفنا في الدجاج ودوزتهم هكا في الغشوه. عندي هنايا المعدنوس، وعندي 8 ديال الفصوص ديال الثومه. والعطريه البنات معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال السكنجبير، ومعلقه كبيره ديال عطريه الحوت. عندي ضامه البنه ديال الحوت والهريسه. فهنايا البنات من بعد ما يعني رقدت هذاك الدجاج كما قلت لكم ليله كامله، يعني خديتو اليوم نقيتو درت ليه العطريه خليتو حتى الغد ليه على باش غنطيبو البنات. هنايا خديت واحد الطنجره غادي نوضع فيها هذاك الدجاج، يعني ما غادي ندير معاه لا زيت لا حتى شي حاجه. كيف ما كتعرفوا البنات باللي الزيت كي الا درناه في الاول يعني كيسد لينا هذاك المسام ديال الدجاج، يعني ما كيخليش لنا طيب دغيا.
فانا هنايا البنات يعني زربانه عليها واحد شويه، بغيت يطيب لي دغيا، ما غاديش نضيف ليه الزيت يعني حتى يدخل فيه الطياب، هذيك الساعه ان شاء الله عاد مش غادي نضيف ليه الزيت. صافي هنايا انا البنات كيف ما كتشوفوا راه واحد الريحه ديال داك الشرموله ديال هذيك العطريه راه غزاله غزاله البنات، راه مني كانت الثلاجه يعني كنحلوها كتعطي هذيك الريحه ديال داك العطريه يعني غزاله. كنتمنىكم البنات انكم تجربوا. كيف ما كتعرفوا البنات باللي بسطيله ضروري خاص يكون فيها شويه ديال العطريه، خاصها تكون بزايد. فحنايا البنات العطريه يعني ما كناكلوش البسطيله يعني بزاف، ما كناكلوها مره مره، هذاك الشيء علاش واخا على حتى درنا ليه العطريه يعني ماشي مشكله البنات. بالنسبه لنظامه البنة يعني ما صحياش، ولكن يعني شي حاجه كناكلوها مره مره يعني ماشي مشكل. صافي البنات هنايا راني ساليت هذاك الدجاج، انا غادي نغطي عليه هنايا الطنجره، غادي نخليه غير يدخلوا واحد شويه وصافي البنات. انا هنايا حليت عليه كيف ما كتشوفوا بدا كيدخلوا واحد شويه ديال الطياب، انا غادي نضيف ليه هنايا الصوجه. بالنسبه للصوجه البنات انا عندي صوجه خفيفه يعني غادي ديروا واحد ربع كاس، تقدروا تضيفوها من الاول، تقدروا تضيفوها قبل يعني ملي تكونوا كترقدوا في الدجاج يعني تكونوا باقي ديك الساعه يعني كاع ما وضعتوه يطيب، لكم اختيار. بالنسبه للصوجه لكم اختيار، انا وضعتها حتى الدجاج بدا كيدخل لنا فيه الطياب. وصافي هنايا البنات غادي نسد عليه حتى يدخل الطياب ان شاء الله ورجع معكم. هنايا انا الدجاج صافي دخل لي الطياب يعني تشحر لينا، عفوا تشحر لينا داك الدجاج مزيان مزيان. وهنايا البنات غادي نضيف ليه يعني دابا عاد باش غادي نروي، غادي نضيف ليه هذاك الماء ديال الكروفيت. كما قلت لكم البنات انا في الاول راني قسمته يعني النص رقدت فيه هذاك الفيغميسيل والنص غادي نروي به، واخا غادي يشاد ليا واحد شويه يعني صافي هذا الشيء راه اكتفيت به، يعني هذا الشيء غادي نروي صافي هو اللي غادي يطيب فيه الدجاج. يعني ما غاديش نقدر ما غاديش نحتاج انني نضيف الماء واحد اخر حيت مازال غادي نضيف البنات البصله، وكيف ما كتعرفوا البصله راه كتطلق لينا حتى هي الماء، راه واحد الريحه البنات طالعه من هاد الطنجره راه لذيذه لذيذه يعني باقي كاع ما طاب وطالعه منا واحد الريحه ديال داك العطريه راه غزاله تبارك الله. وصافي هنا الدجاج البنات من بعد ما دخل فيه الطياب مزيان، انا كيف ما قلت لكم البنات في الاول باللي راني ما غنديرش الزيت يعني حتى يقرب يطيب، عاد باش غنضيف ليه الزيت انا ضفت ليه هنايا واحد ربعة ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. كما كتشوفوا واحد اللون تبارك الله غزال يعني صافي دخلوا الطياب مزيان مزيان. صافي هنايا من بعد ما طاب هذاك الدجاج انا غادي نحيده من الطنجره باش هذاك الروى اللي بقى لينا هانتوما البنات كما كتشوفوا راه طاب مزيان يعني بدا كيتفسخ لنا هذاك الضم على اللحم، فانا هي غادي نحيدو كامل حتى غادي يبقى عندنا يعني هذاك داك الروى هو اللي غادي نضيف ليه البصله يعني باش غادي طيب لنا فيه هذاك البصله غادي نخلوها تعسل فيه. صافي البنات هنايا انا كما قلت لكم غادي نحيد هذاك الدجاج كامل ونرجع لكم ان شاء الله. هنايا من بعد ما حيدت هذاك الدجاج من الطنجره يعني هذا هو الروى اللي بقى عندنا في هذاك الطنجره، انا غادي نضيف ليه هنايا البصله. بالنسبه للبصله البنات انا ضفت هنايا واحد جوج كيلو، تقدروا تضيفوا اكثر تقدروا تضيفوا قل يعني الا بغيتوا ديروا كثيره اكثر من هذه البصله اللي درت انايا تجيكم يعني البصله كثيره، تقدروا ديروا حتى 3 كيلو. كما قلت لكم انا عندي هنايا بصيله كبيره، والنوع ديال البصله تقدروا تضيفوا اي بصله يعني اللي كانت عندكم خضاريه احسن، انا هنايا ما عنديش الخضاريه فدرت النص ديال البصله الحمراء والنص ديال البصله البيضاء يعني خلطت ما بيناتهم. صافي هنايا غادي نسد عليهم ونرجع معكم ان شاء الله. انا صافي دابا البصله عندي راه كطيب في الطنجره، انا غناخد واحد المقله غندير فيها هذاك الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون البنات انا راني يعني طحنته واحد شويه في الغشواغ يعني ماشي بزاف يعني خاصو يبقى عندنا هذاك الشكل ديالو، وحتى هذاك الشامبينيون المعلب حتى هو يعني طحنته واحد شويه حتى هو في الغشواغ. وغادي نضيف لهم البنات هذيك العطريه اللي سبق شاركت معكم في الاول. بالنسبه للهريسه هنايا انا ما غنديرهاش
حيت على قبل باش ندوق حتى ندوق هذاك الروه نشوف كيفاش يعني واش حار ولا لا. بالنسبه للهريسه كتبقى على حسب الذوق، يعني نتوما واش بغيتوها حاره ولا بغيتوها تكون عاديه. انا هنايا البنات راه ما ضفتش لها داك الهريسه، كنت غنضيفها ولكن ما ضفتهاش. ملي ذقتها جاتني هي هذه، كان هذاك الروه جاني هو داك يعني حار. وبالنسبه للهريسه البسطيله ككل يعني جاتني ما حاراش. نتوما الا كنتو كتاكلوا الحار يعني تقدروا تضيفوا هذيك الهريسه ديك المعلقه وراه غادي كتجيكم حاره. فصافي هنايا انا ضفت كل شيء، هذوك المكونات اللي شاركت معكم في الاول انا ضفتهم هنايا، وغادي نشحرهم واحد شويه. غادي نضيف لهم هذاك الشامبينيو، هذاك عفوا هذاك الكروفيت. وصافي ما غنضيفش ليهم الزيت دابا، غادي غير نخليهم يتشحروا لينا غير واحد شويه، يعني ما غاديش نطيبهم البنات غير واحد شويه يدخل لهم هذاك الطياب. وهنايا غادي نضيف ليهم واحد شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد جوج معالق كبار. كما كتلاحظوا هنايا البنات يعني بدا هذاك اللون يتبدل. وغادي نضيف ليهم تقريبا البنات كيف ما ضفت في الاول مع الدجاج، غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الصوجه. بالنسبه انا هنايا البنات كيف ما قلت لكم في الاول بلي عندي الصوجه خفيفه، فهنايا من بعد ما تشحروا لنا هذوك المكونات انا غادي نضيف لهم الفيرميسيل. انا غادي نضيف بشويه بشويه حيت انا دايره واحد الكميه لا باس بها ديال الفيرميسيل. صافي البنات انا غادي نحاول ان ولا نخلط هذوك المكونات كاملين باش يعني يتجانسوا مع بعضياتهم. وهنايا من بعد ما تخلطوا لنا هذوك المكونات كاملين يعني تجانسوا لنا مع بعضياتهم، واحد الريحه البنات يعني تبارك الله بنينه غير كتشموها يعني كتحل لكم الشهيه تبارك الله. كيف ما قلت لكم راه تقدروا تجربوها حيت تبارك الله كتجيكم لذيذه بزاف بزاف، كتجي هي سهله الصراحه. بالنسبه للبنات اللي كيتخوفوا من البسطيله راه سهله، حتى لهنايا كتكون صافي راه سالات لينا هاد يعني كملت هاد العماره. غادي ندوز ان شاء الله باش نوريكم البصله هي طابت تعسلات، يعني من تشوفوها البنات صافي ما بقاش فيها هذاك الماء، يعني كديروا على هاد الطريقه هذه يعني ما كتلقاوش فيها هذاك الروه باقي صافي راه كتكون واجده لينا البصله. هنايا البنات صافي كل شيء وجد ليا، كل شيء برد، يعني هاد الحشوات كاملين خصهم ضروري يكونوا باردين، فانايا هنايا باردين عندي البصله، عندي الدجاج انايا حيدت ليه يعني فتته من داك العظم ديالو، يعني خليته شويه كبير، يعني داك الطريفات كيكونوا كبار شويه باش كيجيو باينين. هنا هاد البصله غادي نقسمها باش ما يجينيش هذاك الدجاج ناشف، غادي نقسمها عفوا غادي نقسمها على الدجاج، وغادي نقسمها على الفيرميسيل، يعني النص غادي نديرو في الفيرميسيل والنص غادي نديرو في الدجاج باش ما يجيوناش ناشفين. فكنتمنىكم البنات انكم تكونوا متبعين لا فيديو حتى الاخير باش حتى شي خطوه ما تفلت لكم، يعني كاع الخطوات البنات ان دقه دقه، يعني كل حاجه صورتها لكم بوحديتها، كل حاجه صورت لكم شنو كيدار الاول شنو كيدار الثاني شنو كيدار الاخر، يعني حتى شي حاجه البنات ما يعني كل شيء صورته. فكنتمنىكم البنات انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخير، وما تنساوناش البنات من التشجيعات ديالكم من اللايك ديالكم من الاشتراكات ديالكم، شاركوا في القناه الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالنا، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم، فضلا ليس امرا، شاركوا في القناه وبارطاجيو القناه مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم.
انا هنايا صافي ساليت الحشوات ديالي، يعني خليتهم على جانب. هنايا عندي واحد الصينيه، البنات الا كانت عندكم صينيه غادي تجيكم حسن، غادي تجيكم سهله في الطياب، وغتجيكم حتى ملي تبغوا تحيدوها من الصينيه وتوضعوها في طبق التقديم غادي تجيكم حسن، غادي تجيكم سهله وما غتصبش عليكم. فانا هنايا البنات عندي واحد الصينيه اللي هي كبيره، وعندي هنايا الورقه. انا الورقه سبق ليا اني زيتها كامله، يعني بوحده بوحده زيتهم باش كيجيوني ساهلين ملي نكون يعني نقاد فيهم بحال هكا ما تنشفش لينا الورقه وما تجيني حتى في الوقت حتى هو طول عليا الوقت. فهنايا انا راه كنزيتها كامله. وبالنسبه للطريقه البنات، هنا غادي ديروا الجهه الملساه البنات هي التحتانيه، والجهه الحرشه هي الفوقانيه، هي اللي خاصها تكون تشوف فيكم، يعني ضروري هذه الطريقه اللي خاصكم ديروها. بالنسبه للطي راه كل واحد الطريقه اللي كيرتاح فيها، كل واحد الطريقه اللي كتجي سهله. فهاد الطريقه البنات انا كتجيني سهله. فهنايا من بعد ما فرشت هذاك البسطيله، هذاك الورقه ديال البسطيله، انا غادي نضيف هنايا جوج في الوسط. ضروري البنات خاصكم يعني حدكم نتوما كتوضعوها وانتوما كديروا ضروري داك الزيت، يعني ضروري خاصكم تزيتوها. وهنايا غادي نوضع هذاك الحشوه، انا غنوضع غير نص الكثير ديالها وغادي نخلي القليل. انا غادي نقادو هنايا مزيان. ضروري البنات خاصكم توقفوا داك الجناب باش تجي البسطيله واقفه، يعني تاخذ داك الفورمه ديالها على هذه الطريقه. فهاد الطريقه البنات راه ساهله وما غاديش تاخذ لكم حتى الوقت بزاف. انا راه هنايا يعني كنخدم غير بغرب شويه غير باش ما نطولش عليكم الفيديو، راني كنزرب يعني كنسرع الفيديو واحد شويه. وهنايا غادي نوضع ديك الكميه اللي عندنا ديال الدجاج كامله، وانا كنوضع فيها، انا كنقاد فيها باش تجينا هذيك البسطيله مقاده وتجينا متوازيه. كيف ما كتشوفوا البنات انا كنقاد فيها، وغادي نحط هذيك الكميه، غادي نزيد هذيك الكميه اللي خليت ديال الفيرميسيل. صافي حتى هي غادي نكمل بها هذاك المونتاج، غادي نكمل بها هذاك يعني غندير ديك الطبقه الثالثه يعني غير باش نقادو بها. فهنايا البنات راه ما كتجيناش الفيرميسيل كثيره، ما كتجيناش طاغيه على داك الدجاج، هذاك كتجي داكشي كل حاجه يعني كتجي متوازيه وكل حاجه كتاخذ حقها، وكتجي يعني الطبقات كيجيو مقادين وكتجينا البسطيله مقاده. فهنايا البنات بالنسبه للورقه، هذيك الورقه اللي ساليت بها في البدايه هي اللي غادي نبدا بها في الاخر، يعني هي اللي غادي نبدا نطويها، هي اللي غنطويها في الاخر، وهذيك اللي بديت بها راه هي اللي غادي تكون عندنا في الاخر. يعني لهذه الطريقه البنات انا غادي نحاول انني محدي انا كنوضع في هذاك يعني هذاك الجناب اللي بقاو لينا شاطولنا ديال الورقه، وانا كنزيد فيهم يعني باش يجونا مقرمشين ويعني يدخلهم الطياب. هاد الطريقه البنات راه كتجيني سهله، كنتمنى انكم البنات تجربوها بالطريقه. بالنسبه للمبتدئات يجربوها الطريقه راه غتجيهم سهله البنات وما غتاخذش لهم الوقت بزاف. صافي انا هنايا كملتها، غادي باش تجينا البسطيله مقاده انا غادي ناخذ ثاني وحده وغادي نبقى نقاد على دوك الجوانب كاملين يعني حتى نكملها. لا الطريقه البنات انا راني كنوضع في داك الورقه ديال البسطيله، وفي نفس الوقت راني يديا مزيته وحتى الورقه مزيته، وكنضيف لها حتى شويه ديال الزيت وكنقاد داك الجوانب باش تجينا بسطيله كامله مقاده. صافي هنايا انا ساليت البسطيله في الطي ديالها، انا غادي نضع غير واحد الوحده في الفوق يعني غير باش تقاد لنا هذيك الفورمه ديالها، يعني ما تجيش البسطيله يعني ضروري خاصها البنات باش تجينا في المونتاج يعني تجينا كتبان الشكل ديالها زوين. بالنسبه للورقه راني دوبلتها،
تقدروا نتوما ما تدوبلوهاش، ولكن البنات راه غادي تخرج لكم من الجناب ديالها. فانا هنايا دوبلتها حيت راه الحشوه كيف ما كتشوفوا يعني راه باينه، يعني ملي تبان لكم الحشوه باينه فعرفوها بلي البسطيله ان شاء الله راه ما غاديش تخرج معكم، يعني غادي تطيب كيف ما قديتوها هنا كما غطيب. فهنايا للتزيين غناخذ واحد الورقه ديال البسطيله، غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت وغندير على الشكل هذا. البنات راه ساهله هكا غير باش كنشكلوا هذاك البسطيله، تقدروا تخلوها سامبل، المهم نتوما بالنسبه للشكل لكم الاختيار، تقدروا ديروا اي شكيه بغيتوا. انا هنايا التشكيل كيجيني ساهل. وهنايا في الاخير غناخذ واحد الكيردو غنحاول انني يعني نغرسو في هذاك البسطيله غير باش البنات ما تنفخش لينا باش يدخل لها الطياب. انا غنحاول يعني نغرسو في ديك البسطيله كامله وصافي. هنايا غناخذ واحد شويه غنوضعو على الشكل ديال العشيش كيف ما قلت لكم البنات، راه لكم الاختيار تقدروا ديروا اي شكل بغيتو. صافي هنايا عندي واحد الصفار ديال البيض غندير فيه واحد شويه ديال الهريسه اولا ديروا فيه شويه ديال التحميره بابريكا، وغادي ندير ليه هكا البنات. غادي نحاول انني ندهنو على داك البسطيله غير باش تاخذ لينا واحد اللوين وتجينا محمره. وبالنسبه لهذوك الشكيلات اللي وضعت ما ديروش ليهم البنات باش ما يتحقوش لينا باش ما يجونش محمرين بزاف. صافي هنايا من بعد البنات ما غندهن كامله غنوضعها طيب وغنرجع معكم ان شاء الله في الشكل الاخير. وهذا كيكون هو الشكل الاخير ديال البسطيله ديالنا، كتجي تبارك الله البنات لذيذه، وحتى في الشكل ديالها كيجي الشكل هماوي. كنتمنى انكم البنات تجربوها للعائله ديالكم، تجربوها للضياف ديالكم، راه كتجي لذيذه تبارك الله. واللي كلاها راه ما كيقولش انها ديال الدجاج، يعني كيقول انها ديال الحوت. تبارك الله كتجي لذيذه بداك داك العطريه وداك المناسبات اللي دفنا ليها، راه كتجي غايه في الروعه. كنتمنى انكم تجربوها البنات، ونتلقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله. حتى هناك نقول لكم السلام عليكم.